واني اخواتي متتبعين جريده صوت العداله تي في، التواجد ديالنا حاليا بسوق الاربعاء بالسجن المحلي بسوق الاربعاء الغربي في الاقليم. سيدي مدير السجن المحلي بسوق الاربعاء الغربي، اليوم الجمعه 20 ابريل 2022 نحتفل بالذكرى 14 تاسيس المندوبيه العامه لاخبار السجون واعاده الانتاج على غرار باقي جميع المؤسسات الدراسيه المنطقه. هي فرصة لاستحضار تطور والمجهودات المندوبية العامة لإدارة السجون في شتى المجالات كأنسنة ظروف الاعتقال وتهيئ إعادة إدماج السجناء وكذلك الحفاظ على أمن وسلامة المنشآت والمرتفقين والسجناء وموظفي المؤسسة السجنية. كذلك هي فرصة لتسمين العنصر البشري وإرساء حكامة جيدة في تدبير اليوم. هي مناسبة أيضا للاعتراف بالدور الطلائعي الذي يقومون به أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وكذلك تكريم الموظفين المتقاعدين لما أسدوه من خدمات جليلة وسطحيات الجسام لقطاع السجون. ذلك هي فرصة أيضا للاحتفال بالموظفين المتميزين في صفوف النساء والرجال. كذلك هي مناسبة لتقديم الشكر والامتنان لجميع شركاء المندوبية العامة ووسائل الإعلام ولجميع أطر وموظفي المندوبية العامة وعلى رأسهم السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مستحضرين التوجيهات الملكية السامية النيرة لخدمة هذا الوطن تحت شعار من خالد الله الوطن الملك. وهي فرصة أيضا لاستحضار العطف المولوي السامي اتجاه موظفي المندوبية العامة، حيث أنعم صاحب الجلالة هو الملك محمد السادس بوسام الاستحقاق على الموظف حفيد البعوشي. هذا التتويج هو شرف لنا وتاج فوق رؤوسنا، كما نرفع آيات الولاء والإخلاص للسدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وحفظه الله بما حفظ به الذكر الحكيم، وحفظ ولي عهده المولى الحسن وشد أزره بسموه الجليل المولى الرشيد وسائر الأسرة العلوية الشريفة، إنه سميع مجيب. والتهوية والإنارة وتوفير المرافق الأساسية وكذا الفضاءات الخاصة لتنفيذ البرامج التأهيلية وإعادة الإدماج. وبالموازاة تم إغلاق السجون القديمة وتوسيع الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون. أيها الحضور الكريم، ولعل تتويج أو تجويد التغذية المقدمة لفائدة السجناء من أجل إعداد الوجبات الغذائية كما وكيفا وفق المعايير المعمول بها في هذا الميدان، جعلت المندوبية العامة تتخذ إجراءات حيث عملت على أنسنة ظروف اعتقال، جعلت أيضا تواصل تحديث مطابخ وتهيئة مخبزات للمؤسسات السجنية بمواصفات تراعي شروط السلامة الصحية والنظافة
من أجل توفير مادة الخبز كما وفيتا. السجن المحلي فوق الأربعاء نموذج، ويظل تعزيز الرعاية الصحية ضمن أولويات المندوبية العامة باعتبارها حقا أساسيا مكفولا للسجناء. وبفضل التراكم الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة خاصة فيما يتعلق بتهيئة وتجهيز الوحدات الطبية وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية اللازمة وتعزيز كفاءتها، سجلت عدد من المؤشرات الإيجابية المتعلقة خصوصا بالولوج إلى الفحوصات والحملات الطبية إضافة إلى التكفل الطبي بالسجناء المرضى في إطار البرامج الصحية ذات الأولوية والمندرجة ضمن الاستراتيجيات لوزارة الصحة. حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، ولمواجهة جائحة كورونا قامت المندوبية العامة بتدابير أمنية استثنائية تطلبت جهدا مضاعفا وعمل متواصل من طرف أطر وموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. هذه الفئة من موظفي الدولة تستحق كل الاحترام والتقدير كونها تتسم بنفران الذات والاستقامة وتلبية الواجب الوطني خدمة لهذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وإياه. وباعتبار الرأس المال البشري حاسما في تحقيق وتنزيل مختلف البرامج الإصلاحية، حرصت المندوبية العامة على تبني المقاربة التي تروم إلى تعزيز الموارد البشرية والرفع من كفاءتها عن طريق التكوين والتكوين الأساسي والتكوين المستمر والتكوين المتخصص والانفتاح على مختلف الجامعات وعقد عدة شراكات تخص التكوين الموظفين الشئ الفضاء السجني وتكريس المعاملة الإنسانية. حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، لقد عرفت المندوبية العامة في السنوات الأخيرة طفرة نوعية من خلال اعتمادها على مقاربة التواصل مع العالم الخارجي، حيث حرصت على مواصلة انفتاحها على مختلف المؤسسات والهيئات الدستورية وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فضلا عن مساهمتها في أشغال اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي عبر إعداد ورقة تحت عنوان الشأن السجني وسجون الغد. مساهمة المندوبية في أشغال اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد. حضرات السيدات والسادة أيها الحضور الكريم، ختاما وباسم السيد المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ونيابة عن كافة أطر وموظفي المندوبية العامة، نرفع آيات الولاء والإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، مستحضرين توجيهات جلالتكم النيرة. وبهذه المناسبة الغالية نؤكد تجندنا المطلق والدائم وراء جلالتكم خدمة لهذا الوطن تحت شعار الخالد الله الوطن الملك. وفي الختام ما يسعني إلا أن أتوجه بالشكر والامتنان للسادة المسؤولين والحضور الكريم الذين أبوا إلا أن يشاركوننا هذا الاحتفال. وفقنا الله جميعا لما فيه خير لبلادنا، وأبقاكم الله يا مولاي بخرا ومنادا لهذه الأمة ومنارا يحتدى به، وحفظكم الله كما حفظ به الذكر الحكيم، ومتعكم لدوام الصحة والعافية، وحفظ الله ولي عهدكم الأمير الجليل المولى الحسن وشد أزره بسمو الأمير الجليل المولى الرشيد وسائر أفراد أسرة العلوي الشريفة. إن الله حفيظ الباهوشي بوسام الاستحقاق. وبهذه المناسبة نهنئ الموظف على هذه العناية الملكية وندعوه إلى التقدم لتسلم هذا الوسام. ويسلم له شهادة ويسلم له الوسام السيد باشا المدينة.
شهادة الوسام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في سوق الأربعاء. ويتقدم له الشهادة التقديرية السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمشرع بالقصيري. يسلمها له السيد رئيس المجلس الإقليمي.